نور صباح الفل وتحية لكل الناس اللي تابعوا فينا على تردد نسمة على مواقع التواصل الاجتماعي. مرة أخرى نواصلوا رحلتنا مع كامل فرق نسمة ومع جمعية خليل تونس اللي موجودة توا في بلاصة اسمها زعرور لهنا كما قلت البارح باش نكونوا في أرياف ولاية بنزرت وباش تكون جمعية خليل تونس قريبة مواطن في أرياف ولاية بنزرت لكن تسوق وتذوق بالطبيعة باش تكون موجودة في الأسواق، الأسواق واليوم اخترنا السوق الأسبوعية في مطر باش نكونوا قراب لبعضنا ديجا خاطر الزعرور هي لهنا منطقة تقريبا بعيدة 2 كيلومتر وعايشك تقريبا 2 كيلومتر على معناتها سونتر فيل لهنا نتاع مطر. في مطر نحب نوصل تحية الأصدقاء، أصدقاء كنا درسنا مع بعضنا في منزل بورقيبة، هما 2 أخوة محمود وبشير البوعزيزي نحييهم ونقول لهم مرة أخرى نجي لمطر وما يكتبش المكتوب باش نقابلكم، لكن معايا العمدة، هو معايا العمدة عمدة فاضل اللي باش نحكيه معاهم بعد خاصة على ظاهرة الانتصاب في مطر، انتصاب كبير في مطر ولتوا ما لقينالوش حل، دونك خلينا نحاولوا باش نشوفوا نسمعوا في التشكيات العباد من هنا البلاد قتلها شر والدنيا شعلة فيها النار، دونك أجي نمشيو من هنا بالله سامحونا شوية. والله البلاد قتلها الشر قد ايه هذا؟ 200 على بعضه؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. امشي لاباس ترى سامحنا شوية ما يسالش خلينا نشوفوا بلاد السوق شنو أحواله. أوكل هنا الفلفل بلفين ترى سامحنا شوية قدير الحملة بتصل يا شباب ماش لازم خليه تعدى نشوفه غيره امشي 3 كيلو بطاطا بلفين هاوك 3 كيلو بطاطا بلفين انا شفناها 3 بلفين اما كلمناك على بصل مشيت على روحك انت دينار الربطة باه شو الفرق توينه شو الفرق ما بين هذه وذي ترى كيفاش اخدم على روحك ربي يعاونك ربي يعاونك ترى عربي لا حبيت نسألك انا ما يسالش انا نحبك انت تعطي الفرق للناس اللي يتفرجوا فينا ما يسالش هو اللي الله عينك قداش الربطه اليوم 200 الربطه 200 على بعض على بعض يا بيه ربي يعاونك ربي يعاونك امشي من هنا برشا على ماتر بتجوش الماتر هذه الثاني مره سيفري في لا ثالث مره لا ماتر ديما ناسينها فهمت ماناش ناسينها انا قلت كذا ثالث مره لا مانيش ناسيها مانيش ناسيها نتفقدوا ما فيها باش فهمت اي ما هذاك واجبنا وانا نطلوا ونتفقدوا بارك الله فيكم الله يخليك بارك الله فيك عايشك اما صعيبه الدنيا خلينا نبداو متفقين ساعه نهارك اسعد وبرك ايش خلينا نشوفوا العصير قداش سوم العصير والنافيل 12% دي ما ركزوش عاد هو ايجا عربي لا باش ناخذ المراه هذيا بالسفساري نتاعها باش نحكي معاك ما عندك وين هاربه ايوه على السلام يسلمك على السلام لاباس عايش باهي السوق في مطر هكك ولا لا تشكر الذم لا تشكر الذم والحرير اللي بالسفساري شنو باش يعملوا اليوم عاد انا باش نعملوا مقرونه بالدجاج بالدجاج بالمكتب ربي بالمكتب ربي كهو. ما نحب نعرف انا باش نعرف نجي ولا خل نروح لا ايجا مرحبا بيك الله يخليك عايشك ربي يفضلك عايشك رد بالك وراك عربي القنارية نتاع الراجل يتغشش علينا يقول لك اهلا بيك على سلامتك لاباس هاش على سلامتك اهلا بيك شنو احوالك الحمد لله الدنيا شعله فيها النار اكيد فرشيشي. اكيد شنو هذا كل اي تو تتصور فرشيشي في يده الحل هو ما فرشيشي يجيك لك انت باش توصل صوتك دور الكاميرا وقول لهم راه الدنيا شعله فيها الدنيا شعله فيها النار شعله فيها النار ما عادش نجمو نقضيو فهمتني ولا واحد هذاك واجب فرشيشي تو اي هكا ماك تعرف ماتر قبل ولعبت ضد النادي الاهلي ماتر هذا يجب في تاريخ قديم برشا سيس لي روحك برك على السلامة شو هرب علينا يا مرة وين قضيتك وين القضية
طالت فيا شيء عربي سايس روحك. للاسف احنا راه في سوق لهنا يا فاضل يا عمده. ايش بحذايا؟ لا ما مش نزل كان يا اخوي. هذا اكثر من خوك. انا استكبيه يا سيدي، مرحبا بك وبيه. انا شكاولي برشا من الانتصاب لهنا، شنو احولوا لكم ان شاء الله؟ فما انت لهنا عمده مثالش ناخذوك انت. والله فما تنسيق ما بين السلطه المتمثله بالسيد المعتمد السيد اللي خلينا نحييه السيد المعتمد اللي هو زميلنا في الصحافه المكتوبه توفيق نويره اللي عاوننا لهنا تويك. على كل به فما تنسيق بين سيد رئيس البلديه السيد الوالي سيد المعتمد ماطر في ظاهره الانتصاب الفوضوي هذايا. ان شاء الله في اقرب الاجيال باش نلقوا الحلول اللازمه باش اهالي معتمديه ماطر يتمتعوا باحلى حاجه وازين حاجه في ماطر. وهكا تشوف الناس كل فرحانه اليوم بوجودكم. ان شاء الله ديما ان شاء الله احنا باش نزوروهم في عديد المرات. الشيخ نتفاهم مع الزوز كيلو بدينار سيدي. هاني جي تيجي ايجي هنا ايجي هنا اي كيفاش؟ عاوديها عاوديها اي كيك. على كل انا حبيت جست نكمل باش نوجه رساله لرئيس بلديه ماطر نقول له راهو السوق البلديه اللي موجوده لهنا راهي ما تليقش بمدينه ماطر. هاي بحذاك خليل تونس اليوم بحذاك في ماطر. دونك بلا لفته زاده لك السوق البلديه هذيك على خاطر ماهوش معقول البلاد كيما ماطر بتاريخها بماضيها حاضرها بمستقبلها باش يكون عندها سوق بلديه اللي اليوم انا رفضت باش نخدم فيها لان ما فيهاش مقاومات تاع باش تنجم تخدم. دونك هذه رساله لرئيس بلديه ماطر، فيق شويه وطل على السوق البلديه غاديكا. هذا نقوله لك بكل لطف، ان شاء الله المره الجايه كيف نجيو نلقاو السوق البلديه صارت فيها تحسينات. وهكا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم في السوق الاسبوعيه في ماطر. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد، باش نبقاو ديما في ولايه بنزرت. الى اللقاء.